معانا الأستاذة فيروز. اهلا بيك يا شيخ، وبجد حلقات حضرتك كلها مميزه جدا. الله يبارك في حضرتك ويحفظك يا ستي. انا عندي بس فتوى بخصوص قطع الرحم، يعني عايزه اعرف انا وضعي ده قطعت رحم ولا لا. انا عندي اخوات من الاب، وامي ليهم زوجة اب، تمام؟ فيهم اخت هي قد تكون تعاني من امراض نفسيه، هي اتجوزت كذا جوازه، وأول جوازة ليها كان فيها أطفال وسابتهم ومشت. فهي أي حد بيقرب منها لازم بيتأذي. بتأذي يعني بتأذيه بالكلام ولا لازم يتأذي تعمل له مشكلة فعلية؟ مشاكل فعلية. الأول أنا كنت مش بتكلم معاها، لأن هي طبعا إحنا حاولنا إن إحنا نقاوم سلوكها بكذا طريقة. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن تتهم واحدة في عرضها فتخلي جوزها يتقلب عليها فتعمل حاجات زي كده؟ ده حصل بالفعل. لما فصلناها وودناها عند جزء من اهلنا عملت مشاكل هناك. اخر مشكله حصلت طيب، ما كانت دي لازم تروح لطبيب، لا دي محتاجه دعم نفسي. هي الفكره ان احنا يعني انا اصغر واحده في اخواتي، يعني انا الفرق ما بين اخواتي 16 سنه و15 سنه واقل حد 10 سنين. فالفكره ان انا لما بعت كان الاول عشان خاطر والدتي، وكنت بسمع ان هي بتتشتم وبتتاذي منهم كتير، بس كده كده انا كده كده اصغر واحده. فانا دلوقتي اخر موقف حصل معاها حتى يعني من قريب، كانت اذت اخويا برضو مع مراته بمكالمه تليفون فقط. دلوقتي انا مسامحاها ومسامحاها في اللي عملته في والدتي، وعذراها وعذرا ان هي ممكن يكون عندها تعب نفسي او حاجه. هل انا كده ابتعادي عنها لمجرد بعد الاذى ده قطع رحم؟ اكلم حضرتك. نعم، بصي يا ستي، انت دلوقتي صلة الأرحام، المفهوم الأساسي لفكرة صلة الأرحام هم أقارب الزوج، أقارب التي لا نصل إليهم إلا بالأم، لكن دول الأقربون. والأقربون أنت أختك دي أختك لأبيكي، لأن واضح أن هي دلوقتي بتتعامل معاكم بهذا الأساس. أنت ليس في عندنا مفهوم مهم جدا في صلة الأرحام، وهو مفهوم الواصل. الواصل للرحم ليس هو المكافئ. أنا شايف إن حضرتك يعني في إدارة العلاقات اكتفي بأقل قدر يدفع عنك الأذى. يعني لو كان الاتصال التليفوني بس يكفي فاتصل تليفونيا. أما وإن إحنا وصلنا للاضطراب النفسي، بس أنا برضو عندي تساؤل، بما إنكم كلكم كل الإخوات متفقين على اضطرابها، فايه اللي بيزعلكم؟ ما انا برضو عايز السؤال، يعني اذا احنا برضو الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه احنا برضو لازم نراعي ده، يبقى جزء من تقييمنا للموقف والتعامل معاهم ان هم مضطربين. فاذا كانت هي مضطربه نفسيا وهي بتعمل الكلام ده، لازم الاسره كلها تكون متواصيه بان احنا يا جماعه احنا مش هنضغط عليها ولا نضغط على نفسنا، مش هنضغط على نفسنا بان كلامها مش هيكون مصدق عندنا، وفي نفس الوقت مش هنضغط عليها ان احنا نحاسبها محاسبة الانسان المتزن على هذا الكلام. فدوت هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ان احنا كلنا عارفين ان احنا بنتعامل مع حد مش متزن، فده هيريحنا كتير. بتقولوا لي اعمل ايه؟ اكتفي باتصالي بالتليفون اذا كان ده مش هينالك بيه اذى. اذا كنت بتتاذي فيكفيكي ان انت ما تعمليش ده، لان انت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأنت لو عملت ده لدفع الأذى فلك أن تفعلي هذا، لأن لو كانت هي مؤذية على الطريقة دي، نفترض أن هي فعلا عندها هذا الاضطراب وزوجك مش راضي يصدق ده، وأن هي ممكن بمكالمة تفسد العلاقة لو أنك أنت اتصلت بيها، لك أن تمتنع عن ده ودوت لدفع ضررها لأن الضرر يزال.